السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرتونة البيض ترتفع إلى 63 جنيه وزيادة في أسعار الدواجن اليوم 7/3/2022 عندنا هنا في مصر. قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي أن أسعار البيض شهدت ارتفاع ما بين 4 و 5 جنيهات خلال الأسبوع الجاري بالأسواق نتيجة زيادة الطلب على الشراء. وأضاف السيد أن سعر كرتونة البيض تتراوح ما بين 55 و 56 جنيه مقابل 50 جنيه و 52 جنيه بالمزرعة الأسبوع الماضي، على أن يباع الكرتونة في الأسواق من 62 ل 63 جنيه. وأضاف السيد أن كيلو الدواجن البيضاء ارتفع بالمزرعة إلى 33 جنيه مقابل 30 جنيه وتباع بالأسواق للمستهلك إلى 38 جنيه للكيلو، وزاد سعر الكتكوت ما بين 12 و14 جنيه نتيجة ارتفاع الطلب على في الوقت الحالي والاستعداد لشهر رمضان المبارك بحسب رئيس الشعبة. وأرجع رئيس الشعبة زيادة أسعار الدواجن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واستقر سعر كيلو الدواجن البلدية باختلاف نوعه سجل 37 جنيه و38 جنيه على أن يباع في الأسواق من 45 ل 46 جنيه وفقا لقول السيد. وبحسب السيد في وقت سابق لمصراوي شهدت أسعار الأعلاف ارتفاع من 1500 جنيه للطن خلال الأيام الماضية بالأسواق. وذكر السيد أن سعر طن العلف ارتفع 10500 جنيه للطن مقابل 9000 جنيه قبل الزيادة، وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا. وتعتبر أوكرانيا من أكبر 4 موردين للقمح والذرة على مستوى العالم، وتعتمد مصر على استيراد الذرة منها، وتنتج مصر نسبة لا تتعدى من 15-20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي. وتنتج مصر نحو 1,600,000 طائر سنويا، ويحقق هذا الانتاج اكتفاء ذاتيا بنحو 95% ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الانتاج والاستهلاك نسبة 5% بحسب بيانات شعبة الدواجن اليوم 7/3/2022. ربنا يلطف بنا يا رب. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.